يصعب على أي كان أن يتخيل بأن فيه عائلات بشرية من طينة المواطن البليدي تعيش على قطعة أرضية غير بعيدة عن مقر ديوان الوالي ودائرة وبلدية أولاد عيشة، حياة تخلف وفقر لا نراها إلا بالأفلام الوثائقية لقبائل بدائية بعمق أدغال إفريقيا والقارة الأمريكية. ليس وصفا فيه مبالغة وطلبا للإثارة، ولكنها الحقيقة لا غير. كاميرا الوطنية نيوز وهي تزور حي بن هجوري غير بعيد عن حي توارس في أولاد عيشة، التقت بعائلات حية لكنها فاقدة لطعم الحياة، تسلك يوميا طرقات ترابية محفورة ومظلمة في عتمة لانعدام الإنارة العمومية، وأطفال وبالغين يتزودون بمياه الوادي القريب منهم وليس لهم خيار في أن يكون الماء العذب صافيا أو ملوثا بجيفة حيوان نفقت بالوادي ومفرغات وقمامة بارتفاع هضبة. تراءت وطوقت الحية وروائح مقرفة تنبعث من كل مكان. احنا رانا تحت الظل، ماشي في الظل، تحت الظل، الظل راه تحتنا. الوالي مازال ما شافناش، قال لك كاين اكزيست ولا ما اكزيستوش. البلديه عمرها لا طلع عندنا وشافنا، شرا عندنا شاف دايره ما نحكوش عليهم، فاتوا ثلاثه ولا اربعه ما يعرفوناش كاع ورانا محطوطين. الناس تطلب صلاة استسقاء وحنا نطلبوا صلاة الجفاف باسكو ما نجموش، لا الشتاء ما نجموش، سي انسبورتابل الشتاء. الماء ويدي بربي انا نشربوا من الواد، ان شاء الله ربي يسرنا يسر ولادنا. قلت له الماء ماشي حاجة كبيرة، بلاد الماء. ضايع يقول غير جا صحاب الماء، تا صحاب الماء يقول غير جا صحابتك يا سيدي، تا صحابتك يا سيدي يقول غير جا طلع ميري، تا الله ميري يقول غير جات الولاية. هذا اللي حصل في هذا والعام ويدور. المطلب تاعنا الأول احنا اللي نطلبوا فيه بريمونديال هو اللي رانا نحوسوا عليه، خاطر على هذو الدراري كل شيء. هي الطريق هذه فيها 400 متر، راهم كلهم يقولوا لنا يوعدونا يوعدونا بصح وعود كاذبة من رئيس البلدية، من شاف دايرة، من الولاية. هادو الناس ما عندهم حتى هضره، راهم كل يوم يقولوا نخدمكم، غادي يديروا غادي يديروا لاسينيزمو، خدموا تاع لي زويزي راهم خادمينهم. الور باركوت الفي ار دي اون برينسيب لوجيكمون، الفي ار دي كي تقول لي لاسينيزمو سي تاع المخدوم فيه زيغو الكتريسيتي لي بوردير الكليراج. احنا اسكابريزو يقول غادي نديروا دراسه، طالع في نيفو 1000 متر ولا ما نعرفش، يهود لي نيفو موان زيرو يقول لي بلي غادي ندير دراسه. هادي طلعه راك تشوف فيها مخدموها السكان، هادي طلعه خدموها السكان بدراهمهم بلي بمايا تا واحد مخدموها. كيف كذبوا علينا؟ رانا من 2011 وحنا نطالبوا في هذا المكان، ما كان والو، ما كان حتى جديد. الماء عنده 5 سنين ملي خدموه، مازال ما تقولش 5 سنين. درنا رئيس البلديه، رئيس الدائره، درنا حتى الوالي، حتى بريزون ما كان والو، ما الوالو. 100 متر يديروها قدرو يقول غادي يدير بيجينغ، انا بار هما باغي يخدموا توارس عندهم القدرو، غادي يقلعوا لهم قدرو باش يخدموا لهم قدرو، احنا عندنا تراب باش يقلعوا لنا تراب يقولوا قدرو، لحد الان يقول غادي ندير دراسه، هذه ما كاش منها هذه ما كاش. لم يسلم في هذا المسرح غير المألوف حتى حيوانات الحي من تلك الظروف والامراض. كاين حيوانات مفترسه يخرجوا في الليل باسكو جبل، يخرجوا حيوانات مفترسه، شحال دعيت هي حاجك وحاجك قدرك. ايه طبة تعظى طبة طفلة كيما هذه تعظى طبة، السلام عليكم دايم الله. من بعد تجي تقول لي ربي يرحمها، تو مشاكل تو مشاكل، وزرايل لحقوا للموت وناس كبار لحقوا للموت، وربي سبحانه شاف ليهم والحمد لله يا رب. الناس كي تموت لها هايشة من هايشة يقيسوها في الطريق. هذاك الماء الماء تاع الواد راهم على بالهم انا نشرب من الماء تاع الواد. الواد هنايا راه كنت تطلع تشوف فيها عجب، راه فيها عجب واد كنت تشوف فيها ناس كاع اللي عنده هايشة ما يتقيسها تم، وما ما كاع اللي عندهم من ديسارج هذو اللي خد ساكنين في توارس هذو اللي خدموا صبابط وكل شيء يبعثوا كاع الكامينة تاعهم الماء الترونسبور تاعهم كاع يفرغوا هنا. هاك تشوف اللي تاه مات الطفل، اللي تاه مات الطفل في 2019 مات. الاحياء الشعبيه اللي راهي تحت فولاد يعيش منها الدائره، احياء هذو اللي تحت لا ديشارج بيبليك راهي هنايا عندهم، شوف ما كاش وين يرمي. وخذاش على منطقه منفيه ما كاش اللي شايف ليها، ما كاش اللي محوس عليها. قالوا لنا نخدموا، قالوا نديروا بصح واش داروا، داروا جبانه برك هذا واش كاين. والنقل تاع الترونسبور تاع الدراري ما تشي قدر حتى باش يهبطوا، رانا نهبطوهم ما يمشوش، رانا حتى نهبطوهم جيست محتار، رانا نهبطوهم حنا، رانا نهبطوهم بلي مويه تاعنا نهبطوهم باش يقروا، رومات باش يعاودوا يقروا. علاه
رانا في قلب بليده ويديرين احنا سبحان الله في الجبل ساكنين هنا، والله الا اولادنا ما عاد من يروحوا يقول اسكا بريزون ترونسبور ما كانش ترونسبور ما عندهمش. هذو وين الدراري اللي غادي يبدا لك انا يا فقته؟ هذه طريق تاع جبل، هذه مش تتمشى في القدرو بكالاج انا هنا تغلط غلطه تزلج جيب فيها ويروح. طريق ما كانش، ما طلع لا طوموبيل ما طلع فيسبا ما طلع حتى حاجه، كي طلع ابي ما تنجمش تطلع ابي. وزراي كي تشوفيهم والله غير يوجع قلبك كي تشوفيهم في الشتا كيفاش هابطين، والله العظيم غير يوجع قلبك. واش يلبس هذا الطفل باش يهبط يقع؟ واش يلبس؟ لي بوط يدخلوا الماء، الماء حتى الكيبو. بيناتنا 400 متغات بينا وبين بلدية تاع ولادي يعيش. نورمالمون ما انترفونيوش عليها كاع وما نتعبوش كامل الصحافة وما يسقاش كاع نهضروا عليها، باسكو يداخل ولادي يعيش. نروحوا بلي بوط نقراو، إذا كانت الشتا ما نروحوش نقراو، ونروحوا بعيد بزاف من جو نوصلوا من جو نلحقوا من ذاك كاش بوس ما غيرناش نقل المدرسة ما كاش ما دارولناش. نعاني من بزاف مشاكل في المنطقة كيما كي يكون هابط ليكون ما نصيبش كيف نهبط في الشتا ما نقدرش نهبط. عندي ربعة دراري، عندي ربعة ولا مرضوا من الزوبيا من الدخان، يجيبوا واسمو الديشي هذاك تاع البلاستيك يحرقوه هنا يطلقوا كاع الدخان هنا على الحي هذا. نهجوري حي من 5 نجوم، لكن في الجانب المظلم وتجمع سكاني يقع على جغرافية لا يمكن حتى تصنيفها بمنطقة ظل، والأولياء من الآباء لا يأمنون على صغارهم وهم في طريق تمتد لما يزيد عن الكيلومتر إلى مقاعد الدراسة كل يوم، ودعاؤهم اللهم احفظهم من شر حيوان هائج ومنحرف غير واعي. والله نطلبوا من السلطات العليا تتدخل في هذا الامر. خرجوا لينا الوحوش بعينك، الوحوش بعينك، ولا استدعي تنجم انت تمشي فيها. السلام عليكم. دائما رئيس الجمهوريه صح وصى علينا بصح ما دارولنا والو، اللي تحته ما خدموا والو. لازم تخدموا لنا طريق، لازم تديروا لنا حاجه باش تنقلنا لليكول. وطنيا نيوز حاولت الحصول على توضيحات من رئيسي الدائرة والبلدية لكن تعذر عليها ذلك.